السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية، ترأس أمس سيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا أسدى بخصوصها السيد الرئيس عدة أوامر وتعليمات وتوجيهات. مجلس الوزراء صادق على عرض حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي. وبخصوص عرض حول مدى تقدم مشروع سحق البذور الزيتية كتامة بجيجل، أكد رئيس الجمهورية أن هذا المشروع سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي شهر جوان المقبل ليكون قيمة إضافية لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت، موجها بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية لإنتاج الأعلاف تمنح فيه الأولوية للديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونية الخاصة في ولاية جيجل، إضافة إلى تخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية في إطار استراتيجية الأمن الغذائي وإعداد تصور جديد بخصوص المزارع النموذجية يواكب توجه البلاد نحو العصرنة. وفيما يخص متابعة سير حملة الحرث والبذر للموسم الحالي، أكد سيد الرئيس ضرورة مرافقة مهنيي القطاع الفلاحي بإدخال التقنيات الحديثة وتغيير الذهنيات، مع ضرورة رفع مردودية إنتاج الحبوب الصلبة وتشجيع الفلاحين وتعميم استخدام الوسائل العلمية، وكذا تشجيع الاستثمار الفلاحي في الجنوب مع الإسراع في تسوية الحالات العالقة في ملف استصلاح الأراضي. من جهة أخرى، ثمن السيد الرئيس مجهودات وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لتضافر مساعيهما في التنسيق العالي بين القطاعين والديناميكية الاقتصادية التي تم خلقها. كما وافق مجلس الوزراء على صفقة بالتراضي لأجل توسعة ميناء عنابة وإنجاز رصيف منجمي للسكة الحديدية. ومتابعة لمخرجات مجلس الوزراء، نقف في النشرة عند مشروع مركب سحق البذور النباتية واستخراج الزيوت الخام الواقع داخل ميناء جنجن بجيجل، مشروع استراتيجي واعد سيسهم في تطوير الصناعات الغذائية التحويلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من زيت المائدة وتمويل السوق بمادة الزيت والانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى التصدير، مع فتح فرص شغل لشباب المنطقة. نتابع هذا الربورتاج لعبد الرحيم شمعوني وحنان بورايو. اهتمام بالغ توليه السلطات العليا للبلاد لاستكمال إنجاز مصنع الزيوت وسحق البذور الزيتية كتامة بولاية جيجل، مشروع استراتيجي يرتقب أن يدخل مرحلة الإنتاج الفعلي شهر جوان من السنة الجارية بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 66 ألف طن في اليوم، منها 20% من الزيوت النباتية الخام و80% من الأعلاف الحيوانية. مصنع يعزز الأمن الغذائي في الجزائر، إذ يغطي 40% من الاحتياجات الوطنية من الزيوت الخام وزيت المائدة، مما يسمح للجزائر بالانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصدير، خصوصا وأن السوق العالمية أصبحت تعرف ندرة في هذه المادة الحيوية. هو مركب يتسع على مسافة على مساحة 26 هكتار، موزعة على ثلاث مناطق، منطقتين بميناء جنجن الدولي ومنطقة خارج الميناء. الانطلاقة الحقيقية للمشروع كانت في شهر جويلية سنة 2023، وبعد 5 أشهر من الانطلاقة الآن تتراوح نسبة الإشغال 80% بصفة عامة. حاليا نقوم بإتمام المنشآت الخاصة بالهندسة المدنية والمتعلقة بالنواقل، كل ما يخص النواقل العلوية على مسافة تقدر بحوالي 4 كيلومتر. نقوم بإتمام وحدات التخزين
وإنشاء وتركيب الهياكل المعدنية. بدأنا حاليا في تهيئة الطرقات ومختلف الشبكات بما فيها الإنارة. فيما يخص إشغال الميكانيك وهي تمشي بوتيرة متسارعة، ورانا مع الإشغال النهائية للأنابيب والخزانات، وحدة 15 اللي رانا فيها وهي وحدة الإنتاج، وفيها مركبين يعني هو التحضير، وحدة التحضير والاستخلاص، وهي أهم وحدة في المصنع. المصنع تابع للمؤسسة العمومية الاقتصادية أجروفود لإنتاج الزيوت النباتية الخام، ويضم وحدة لسحق البذور، ووحدة لتخزين المادة الأولية الصوجة، وأخرى لتخزين المنتوج النهائي والتسويق. مكسب استراتيجي لصناعة التحويلية في الجزائر سيسمح بتوفير أزيد من 360 منصب شغل مباشر وأكثر من 1500 منصب شغل غير مباشر. والله شيء عظيم، يعني احنا كمواطنين هنا نستناو فيه بفرغ الصبر، ايه على لانه فيه مناصب شغل، فيه حتى الفلاحين مثلا، بعض الفلاحين اللي عندهم طموحات باش يزرعوا حوايج اللي تناسب. ننتظروا هذه الوحده باش الاخوه الفلاحين يصيروا مطمئنين للمصير تاع الانتاج ديالهم. لما تكون وحده موضوعه هنا في الولايه تاع جيجي، المصير تاع الانتاج ديالهم راهو يعرف الطريق الصحيح. كذلك راح يعود بالاثر على الاخوه المهنيين وعلينا كذلك في ولايات مجاوره، كون هذه الوحده لها قدرات تاع طحن وعصر الزيوت النباتيه. هي رؤية جديدة تنتهجها البلاد باستراتيجية تدعم إنتاج المواد التحويلية الغذائية واسعة الاستهلاك، تحقيقا للاكتفاء الذاتي وحفاظا على احتياطي العملة الصعبة، مما يسمح للجزائر بأن تلج أسواقا دولية جديدة وتصبح بلدا مصدرا لزيت المائدة، فكل المقومات تؤهلها لتحقيق آفاقها الاقتصادية. وتشجيعا للاستثمار الفلاحي بالجنوب، انخرط فلاحو منطقة تيمقطن بأولف بولاية أدرار في برنامج تطوير الزراعات الصيدية دعما للاقتصاد الوطني. إرادتهم وثقتهم جعلتهم يحققون نتائج مبهرة في إنتاج دوار الشمس، ورغم أن التجربة هي الأولى إلا أنهم أثبتوا نجاعة استراتيجية الدولة وسخاء ربع جنوبنا الكبير أيمن حلفي. الخروج عن المألوف هو ليس فقط جعل من الأرض الصحراوية لمنطقة تيمقطن بأولف ولاية أضرار مصدرا لزراعة استراتيجية، بل هو أيضا إيمان بها وبفكرة برنامج محكم لإنتاج دوار الشمس، تجربة نقلت إلى قلب الصحراء فخاضها المستثمر الفلاحي وتجند لها التقنية وتابع مسارها بإحكام بعد تهيئة كل ظروفها والمدخلات، ففاق حجم المخرجات التوقعات. تحديات زراعة دوار الشمس في برنامج الدولة اللي سطرتونا هنا باش ومرهم اللي زعما رانا في الصحراء هنا، الأرض زعما شوية الحياة قاسية. تبارك الله راك شوف لحقنا النتيجة والحمد لله. كتقنيين تابعنا هذه المرحله وجسدنا وعرفنا باللي عرضنا راه ناجح 100% لزراعه تورنيتسول دوار الشمس، ناجحه 100%. علاش ناجحه؟ من حيث زعما كما نقولوا احنا النتائج الشحه اللي مرتها لنا. على سبيل المثال ها هي، شوف الحب ها واضح وخرج النتائج ما شاء الله، الارض واقع مجسده. 256 هكتار هي المساحة المزروعة دوار الشمس بولاية أضرار، حوالي 60% منها في منطقة أولف. رهان نجاح التجربة سخرت له كل الإمكانات مع توفر المقومات الطبيعية. أنا مجربين نشوفوا على مولانا، والحمد لله أنكم تشوفوا على عينكم ولله الحمد. أرانا رغم السلطات المحلية نتاعنا والإدارة نتاع الفلاحة عاونونا وقاموا معنا للمعاهد الفلاحية دور كبير في عقد لقاءات تحسيسية وإرشادية قبل الانطلاق في العملية، تتمثل في وقت البزر، كمية الأسمدة، نوع البذور، شيء الذي نأكدوا أن عباد الشمس قد تلائم مع طبيعة المنطقة في هذا، ويكون له مستقبل كبير في هذه المنطقة إن شاء الله. رؤية استراتيجية تثبت نجاعتها بانخراط الفلاحين فيها من مختلف ولايات الوطن،
قصد تحقيق اكتفاء ذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد. تحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية تحيي المديرية العامة للجمارك المصادف لـ 26 جانفي من كل عام تحت شعار من أجل جمارك تجند شركائها التقليديين والجدد حول أهداف واضحة. الاحتفائية التي انطلقت قبل قليل تعرف حضور عبد الحفيظ بخوش ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج و عدد من أعضاء الحكومة ومحافظ بنك الجزائر ومستشار رئيس الجمهورية. وقد تميز افتتاح اليوم العالمي للجمارك بكلمة وزير المالية العزيز فايد الذي أكد أنه في ظل التحولات الحاصلة لا سيما في المجال الاقتصادي والتجارة الخارجية حيث أضحى من اللازم العمل على تحسين استراتيجية الحوكمة المالية في بعدها الإداري والاقتصادي على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار أكد فايد أنه تم تسطير الأهداف لكل هياكل قطاع المالية عبر تحسين مناخ الأعمال والمساهمة في دعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية الوطنية وتأمين إيرادات الجمارك وحماية الإقليم والمواطن والإسراع في التحول الرقمي. وفي السياق ذاته ثمن المدير العام للجمارك العناية التي يوليها سيد الرئيس لجهاز الجمارك بتجسيد العديد من البرامج لعصرنة القطاع الجمركية. إن تفضل سيد رئيس الجمهورية بإصدار رعايته السامية لهذا الحدث لهو الدليل على الأهمية التي يوليها لجهاز الجمارك الجزائرية الذي يطلع بدور هام في تسطير السياسة العامة للبلاد وفي شقه الاقتصادي وتجسيد خطة عمل الحكومة التي تعول على المساهمة الفعالة للجمارك الجزائرية باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني. ومن نادي الجيش بالعاصمة ينضم إلينا مالك درحمون. مالك، ماذا عن المحاور المدرجة لإحياء اليوم العالمي للجمارك؟ إذن تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تحيي المديرية العامة للجمارك اليوم بنادي الوطني للجيش ببن مسوس اليوم العالمي للجمارك في الذكرى 71 لتأسيس الجمارك الجزائرية. هذا اللقاء الذي ألقى كلمته الافتتاحية والمدير العام للجمارك رفقة وزير المالية، وهذا اللقاء عرف حضور العديد من الشخصيات في الحكومة وعدد من إطارات الدولة، وهذا من أجل التكاتف والعمل جنبا إلى جنب من أجل الرقي والنهوض بالجزائر إلى مستويات أعلى. وقد أكد المدير العام للجمارك في هذه الأثناء على تقديم إحصائيات الجمارك الجزائرية في سنة 2023، وقد تمكنت على سبيل المثال المديرية العامة للجمارك من إيقاف العديد من العمليات التي كانت تحاول إدخال العديد من السموم إلى الجزائر، ولكن يقظة أعوان الجمارك حالت دون ذلك. في هذه الأثناء يتم كما قلت عرض الحصيلة، سنوافيكم بباقي التفاصيل في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. وكذلك مالك درحمون كنت معنا مباشرة من نادي الجيش بالعاصمة، شكرا جزيلا لك. في آخر تطورات الوضع بقطاع غزة، استشهد 4 أطفال فلسطينيين جراء قصف لطائرات الاحتلال الصهيوني لمربع سكني كامل بمخيم النصيرات وسط القطاع. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه قوة الاحتلال قصفها المدفعي والجوي المكثف على منازل المواطنين المحيطة بمجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. هذا وارتكبت قوة الاحتلال الصهيوني أمس مجزرة باستهدافها مركز إيواء تابع للأمم المتحدة في خان يونس يضم آلاف النازحين، موقعة 14 شهيدا وعشرات الإصابات. نقل الكثير منهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح. وزارة الصحة بغزة أكدت أن الاحتلال الصهيوني يعزل مستشفيات خان يونس بعد محاصرتها ومنع التجول بقربها ليرتكب جرائم إبادة جماعية مثل التي حصلت يوم أمس وأسفرت عن استشهاد 210 فلسطينيين وإصابة 386 آخرين بجروح.
إلى المغرب، حيث أخذت الاحتجاجات منحا تصاعديا وما فتئت تتسع رقعتها لتشمل قطاعات عدة في ظل وضع اجتماعي مفجر للغليان الشعبي، مما يضع حكومة أخنوش على المحك، خاصة بعد استخفافها بالمطالب الملحة للمواطنين وتعمدها إغلاق باب الحوار لحل المشاكل المتراكمة في مجالات مختلفة. وفي هذا السياق، دعت النقابة الوطنية للمالية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى وقفة احتجاجية اليوم أمام المقر الرئيس للوزارة الوصية للمطالبة بحقوق العمال المهضومة من طرف نظام المخزن. عاد صباح اليوم عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم إلى أرض الوطن قادمين من بواكي الإيفوارية بعد خروجهم من منافسة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار في الدور الأول، وذلك بعد الخسارة أمام موريتانيا في الجولة الثالثة. نحن نشعر بخيبة أمل وحزن شديد بالنسبة لنا وللمناصرين، وكذلك للعائلات وكل الشعب الذي يتابعنا في كل مكان، وهم مفعمون بحب الوطن مثلنا، ونحن متأثرون جدا بذلك، ونأمل أن يرتد الأمر لصالحنا في المستقبل، وسيتعين علينا كذلك الاهتمام بهذا الفريق الشاب ودعمه حتى يكتب تاريخه. وفي منافسات البطولة الإفريقية لكرة اليد الجارية بمصر ولحساب الدور نصف النهائي، يواجه اليوم المنتخب الوطني منتخب جزر الرأس الأخضر على الساعة 7:30 بتوقيت الجزائر، وهي المباراة التي يمكنكم متابعتها على القناة الأولى للتلفزيون الجزائرية. وبهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. أشكر لكم المتابعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.